طب ماما نحن قوم فساد. بس أنا عارف إنك واقفة وحدك للزمن، الظلم بدوم وإحنا دافعين الثمن. الله يا عالم من شايلها في المحن ومن ضرير، رغم البصر بضمير مفيش ما تدمعيش. اسقيني من شفايفي قبل ما تجبريني، ده الحب عمره ما كان بنشف ريك. حبيب محمد وحبيبه في الغار. يا قولي بقى ايه الصوت الحلو ده؟ الله يخليك يا استاذ، والله بجد شرف لينا كبير. يعني صوت حلو وكاريزما وحضور. الله يخلي حضرتك. اولا لازم اعترف لك اعتراف ان انا من محبي المهرجانات، وبحب الاغاني الشعبيه جدا طبعا، ولكن في فرق بين اغنيه تسمعها عشان ترقص او عشان تضيف البهجه كده للمكان او كده، وبين ان انت تسمع طرب بجد او تبقى عايز بقى تسمع مزيكا بجد او تبقى متضايق فعايز تسمع حاجه كده انا مش عارف اسمها بالعربي، بس يعني تملاك كده وتديك قدرة على انك تكمل الحياة. يعني دايما اقول المزيكا دي فعلا غذاء الروح طبعا. فانا لما اتفرجت عليك قلت لا، ما هو اكيد يعني هو مش عارف يوصل او مش معروف وحاجتك كسرت الدنيا وكل حاجة، بس في منظوري الخاص اللي هو يعني رأيي المتواضع انك مفروض دلوقتي تبقى سوبر سوبر ستار وفي كل حتة والالبومز مغرقة الدنيا زي تامر حسني زي حماقي زي، صح ولا ايه؟ يعني والله مش عارف، بس انا ما شفتش نفسي كده بالظبط. يعني انا لما عمل شغلي لما بداته انا بصيت في الكلمه اللي هتوصل للناس، اللي يعني الكلمه المحترمه قوي يعني، وبعد كده عايز اعمل التراث بتاعنا الصعيدي يعني. فما فكرتش ان انا اكون طبعا زي تامر حسني ولا محمد حماقي، وانا بحبهم جدا. طب يمكن التراث الصعيدي ده مش كل الناس بتحبه او مش كل الناس بتسمعه؟ هو ده بقى ان انا اقدمه في حاجه في قالب مختلف.
كل الناس تشوف، فكل الناس تسمعه. يمكن قبل ما نسجل حضرتك لما سالتيني قلت لك انا عندي اطفال كتيره جدا جدا بتحب وائل فاشني. طب انت هتحب المهرجانات ماشي، تحب اغنيه لتامر حسني ومحمد حماقي انا بحبهم برضو ماشي، طب ايه اللي الكلمه بتاعتي تقيله وانا كمان بغني بشكل تاني خالص. ايوه يعني انا بقول لك بقى انت ليه مصمم تبقى بتحط، طبعا مع كل الاحترام والتقدير للثقافه والمثقفين، ليه عايز تتحط بس في الحته دي؟ اوبرا سقيت الصاوي بتاع، ليه ما فيش حفله في الساحل الشمالي مثلا؟ والله انا ما هتعرضش، انا البروجرام بتاعي كله انا بغني، ما هو الصعيدي برضو في حاجات بترقص وفي حاجات في كده. فكرتش بقى تخرج من موضوع الصعيدي ده؟ لا انا عملت بالفعل يعني، انا بس كل ما في الامر اني انا بنتج شغلي، يا بنتج شغلي يا بيبقى مثلا في زي، ما تقوليش مثلا انك مش لاقي منتج مثلا. لا مش لاقي، مفيش دلوقتي، مفيش حد او ما حدش عرض على وائل الفاشني ان هو يعمل حاجه يعني. طب اتكلم بجد والله يعني. ازاي والله دي الحقيقه يعني، انا مش بهرج يعني. فعلى حد يعني على قد ما بقدر بقى بعمل شغلي. ما يمكن ما حدش عرض عشان انت حاطط نفسك في القالب ده. انا مش حاطط نفسي في القالب ده خالص ولا حاجه، بالعكس ده يعني انا بعمل حفلات. فكرت تعمل حاجه رومانسيه مثلا بره موضوع الصعيدي ده مثلا؟ لا جدا جدا، وعملت لحق يعني، عملت تراك كده اسمه راهب وبس لسه ما نزلش، وبرده مستني برده عشان ندعمه عشان يقدر ينزل اقدر انزله، وانا يعني انتاجي يعني ولحني كمان، وعملته بطريقه مختلفه يعني. ايه انتاجك يعني؟ بتكلفك ايه غير ان انت تسجل في استوديو خلاص؟ هو بسجل في استوديو، هو ايجار استوديو؟ اه طبعا استوديو وموسيقيين، وانا بطلع شغلي كما ينبغي وكمان جات انت عايز اوركسترا وكده؟ اه بالظبط يعني. انا بطلع انت مصمم يعني؟ لا مش مصمم قوي، بس انا عايز اوصل لحضرتك معلومه. الحاجه الحلوه مثقفين بقى مش مثقفين بتنجح يعني، مثلا يعني مش عارف، عايز اجيب لحضرتك مثال؟ لا انا مش قصدي مثقفين انها حاجه وحشه، لا ما انا فاهم، انا قصدي ان في حاجات لما بتبقى تقيلة. ومش بتواكب كل الاذواق. بالظبط، فاهم قصدي؟ بالظبط. احنا بقى بندور على اللي هيجي. قصدي اقول ليه ما تعملش اغنيه عاديه؟ انا عايز جدا يعني، انا عايز جدا اعمل، وعشان خاطر كده كل يا حد ياخدك يصنفك حاجه تانية قصدي يعني، هي دي ما حصلتش يعني. يمكن عشان احنا دايما بناخد الحاجه زي ما بنشوفها مثلا، ما عندناش الحد اللي ياخد حد ويقلبه حاجه تانية او يخرجه من جلده او بالعكس يعني. انا عندي يعني، طب ما هقول لك حاجه، ما تيجي نعمل دلوقتي مثلا يعني اختبار كده. ما تغنيليش اي حاجه غنيتها قبل كده، غنيلي اي حاجه لاي حد من اللي احنا بنتكلم عنهم دول. حماقي بس بطريقتك. حماقي يعني بس بطريقتك، ممكن بتوزيعك مش حافظ حاجه يعني، بطريقتك مش حافظ بس في حاجه كده حافظها. انا بحب رامي جدا، بحب رامي صبري جدا. ماشي. مهما ببعد قلبي انا وياك حبيب عليك، تطمني وهعمل ايه حبيبي؟ خلاص حياتي معاك لازم. احنا لايف، احنا لايف كده يعني. لا اصل هو المشاهد مش هيفهم برضو يعني، احنا لايف، مفيش اوتوتيون، مفيش تراكات، مفيش اي حاجه خالص. الله يخليك يا استاذ، بجد انا حافظ الحته دي كده بحبها له، لان رامي كمان. بس دي برضو مفاجاه يعني، انت مش حافظ اي حاجه لاي حد، ده معناه ان انت انا بس حافظ في حاجات كتيره بتعجبني وبتلزق في ودني فبحفظها يعني. فبس يعني في حاجات قديمه؟ طيب طبعا في طبعا في حاجات قديمه يعني، مثلا بحب اغنيه اسمها في قلبي غرام للاستاذ محمد عبد المطلب. ده كمان لازم الناس تدور على حاجه. طب ماشي. بس انا قلبت الحكايه شويه، خدتها يعني عجبتني جدا يعني. الاستاذ محمد عبد المطلب بيغني في قلبي غرام يصبرني على خصامك تيرارارارا وطول بعدك تيرارارارا واقول انساك يا حايل اللي احترارا وشاغلني زمان ودك تيرارارا في قلبي غرام مصبرني. ممكن بقى نغنيها كده
طب انا عايزه لا عايزه اسالك سؤال من غير مقاطعتك بس. اتفضلي. انا عايزه اعرف انت اكيد عايز فلوس. كل الناس عايزه فلوس. صح. حتى عشان تعرف تعمل الفن اللي انت عايزه يعني. صح مظبوط. ما فكرتش بقى انك تعمل كده يعني؟ ما فكرتش تعمل والله اغنيه؟ والله انا اصل انت حضرتك انا بعمل كده بالفعل يعني. انا مش صعيدي يعني، انا لفيت العالم كله وقعدت في كل حته في الدنيا وبلعب. انت كام سنه عايز تقول ولا لا؟ 39. وكنت يعني دخل يعني احكي لي كده من ورا شويه. من ورا شويه من 20 سنه بتغني بقالك 20 سنه؟ لا بلعب افريكان بيركاشن. يعني دخلت كونسرفتوار وكده ولا ما كملتش؟ ما كملتش. كنت بنحب يعني بشتغل بقى وبسافر وزغنطوط يعني بشتغل بروح حفلات. كنت بسافر مع الاستاذ فتحي سلامه اللي هو بيعمل موسيقى جاز وراجل عالمي يعني واخد جرامي كمان. فكنت بسافر معاه وهو كان بيحبني جدا جدا وعارف ان انا بتعلم بعناية الايقاعات. اوكي. والحمد لله رب العالمين يعني بتقن ده جدا. وكنت بعمل حاجات صعبه قوي يعني. يعني انت اصلا عازف؟ بالظبط. اوكي. يعني انا اصلا يعني انا لا بغني طول عمري. افريكان بيركاشن دي يعني افريكان بيركاشن حاجه صعبه جدا جدا وحاجه محتاجه قوه جدا وايديا ميته ما بحسش بيها وحاجات كده يعني. اي اللي هم الطبلتين دول ولا لا؟ لا دي حاجات كتيره جدا. افريكان بيركاشن دي في انواع بقى سبار جامبي توكن درام حاجات صعبه يعني. وبعدين اكتشفت بقى ان صوتك حلو ازاي ولا لا؟ انا ما اكتشفتش، انا بغني اصلا بس كل المطربين الموجودين دلوقتي اصحابي وحبايبي. فكنت بشوف قد ايه بيعانوا يا عيني من قساوه ان هم عايزين يغنوا وبيحبوا الغنى. فكنت بخاف جدا. كنت انا لا ده انا كده ملك زماني. وكانوا يحبوا يسمعوني يعني نقعد مع بعض يعني. انا رامي ده حبيبي جدا، رامي صبري وفنان كبير. بس بقول لك ايه، الموضوع دلوقتي اسهل بكتير قوي من زمان. زمان كنت بتقعد كده وتستنى يجي لك مثلا محسن جابر او روتانا مثلا او نصر محروس او بتاع. طبعا. دلوقتي لا، دلوقتي انت ممكن تسجل حاجه على الموبايل وتطلع تقولها على اليوتيوب. خلاص. او بتاعه تروح عامله ملايين بالزبط. المشاهده بالظبط. هي قبول بقى بتاعه ربنا سبحانه وتعالى يعني التوفيق. فانت كسول ولا مصمم تمشي في حته معينه؟ اصلا انا مش بقولك انك مش معروف على فكره او بتاع. انا حاسه انك المفروض تبقى موجود في حته اكبر من كده بكتير. فاهم قصدي؟ والله انا كان نفسي لو هتتكلمي معايا استاذه بقى بجد يعني بصراحه، انا كان نفسي النوع اللي انا عملته زي واحد الغروب وزي ما قدمت موسيقى فيلم الهروب للمحترم الكبير العظيم الاستاذ مودي الامام. وكان طبعا اسعدني يعني حاجه في حياتي مش هتتعوض. مسلسل الاختيار كمان دكتور نادر عباس انه يقود يعني. مسلسل الاختيار ده موضوع تاني بقى، ده موضوع ده دي حكايه كبيره اصلا. طب ما تغني لنا حاجه. حاضر. ما تدمعيش يمايا، مت عشان اعيش. ما تدمعيش يمايا، مت عشان اعيش. اوعك يما في يوم تقني وتزعلي، شوف العساكر جندي جندي واسألي. ابني مات حس بأغار، ابني مات حس بأغار. لا ابنك بطل مهما حصل، ما تدمعيش يما عشان اعيش. الاغنية دي الله يخليك يا استاذ. لا والاحساس يعني اصل الموضوع ده يعني لو هنتكلم فيه ده كان حاجة طالعة من القلب جدا يعني. جدا طبعا. طب قولي رحمة الله عليهم يعني. انت متجوز مخلف؟ عندي رغد ومحمود. والله ربنا يخليهم لك. متجوز من زمان؟ لا دي حكاية كبيرة قوي. ايه بقى؟ كنت في ألف بص وائل يعني انا غنيت بعد ما عملت حادثه كبيره قوي. ايه هي؟ حادثه كبيره جدا جدا. كنت سايق عربيتي عند دائري كده وخبطت يعني حصلت حادثه بالعربيه. فنزلت وكنت انا بقى متعصب جدا، اتخانقت مع الراجل فكنت يعني مش كويس معاه يعني.
ومديت ايدي يعني عليه، وكنت وقفت قدام العربيه مستني الونش، جت عربيه خبطتني انا. والله ما اتكلم بجد، كنت في الوقت ده بسافر مع مسوسه. واحده يعني انتوا خبطتوا في خناقه، في خناقه بقى نزلت ضربت بقى زي ما الناس بتعمل كده بجد والله. وبعدين وقف ايه يعني، وقف في الشارع بره يعني، واقف بقى قدام على اقصى الشمال كده على الدائري قدام عربيتي، وبالظبط كده والله ده اللي حصل. العربيه اللي انا عملت فيها الحادثه الاول كانت لونها شامبين او موكا، مش عارف اللون ده عامل ازاي يعني، اسمه ايه، بيسموه ايه دلوقتي يعني. بس هو الموكا كده يعني، اللي هو اللون زي اغمق من ده شويه، بيج كده غامق شويه. لان العربيه الثانيه نفس اللون ونفس النوع اللي خبطتني وانا واقف على الارض، والله 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 دي حقيقه. وبعدين ولا قبلين مت وصحيت يعني، العربيه خبطتني فطرت كده ناحيه على الدائري. والله والله. فانا بالفعل انا كنت متغطي بجرايد وحاجات كده، وصحيت على تليفون امي بيرن وتحت رجلي كده ومتكسر. والله كان معايا صديقي يعني. انت صحيت لقيت الجرايد عليك؟ الناس فاهمه انك مت يعني. ما هو وانا ما خلاص شايفين واحد بيطير الناحيه الثانيه ودم طبعا كل حاجه. بس لما فقت ما حسيتش باي حاجه، بل بالعكس قلت لتامر صاحبي، هو برضو صديقي يعني ربنا يخليه، قلت له رد على امي. قلت له رد على امي، فالناس مش مصدقه. فحتى الولد اللي ضربني كان واقف يعيط يعني، خلاص بقى واقف لك يعني. ما جريش فكان في واحد سواق عربيه نقل راح جري وقف العربيه، شوفي في ستر ربنا يعني، وقف العربيه بالعرض عشان ما حدش يدوس عليا، ونزل خدني في حضنه. فانا صحيت، فبقت كل يعني انا كنت قبل الحادثه كنت بقى عايش براحتي بقى يعني، بشرب وبعمل وبسوي وبسافر بره وباجي، واصلا بلعب افريكان بركاشن وبرقص. انت كنت بتكلميني وتقولي رقص، انا برقص كل الرقصات اصلا يعني، وبتنطط على المسارح بره مصر. وفي الافريكان بركاشن اصلا الشغلانه دي شو كبير، وبلبس افريقي وعامل بادي بيلدينج كنت عايش بالطول والعرض، عايش بالطول بالعرض. فلما حصل كده كنت راجع من اصلا من النرويج. حسيت انها رساله ولا ايه؟ طبعا ما هي الرساله هي جايه اهي. كنت راجع من النرويج مع الاستاذ فتحي سلامه، كان عندنا حفله هناك، وكنت راجع من هناك وزي ما انا واقل الفشني وحصل ده، ففقت. فالراجل وهو شايلني انا فعايز اقول له شكرا بس قلبي، فرحت مايله كده ورحت بايسه كده يعني، راجل كبير في السن. قال لي انت ابني مش هسيبك، وكان تامر طبعا معايا وكل اصحابي. فقال لي عايز تقول حاجه؟ قلت له قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ومن ساعتها بقت وائل الفشمي. فرحت كلمني الله يكرمه الاستاذ شريف مدكور، حبيبي شريف، ربنا يا رب يكرمك يا شريف، لاني هو برضه هو الاستاذ علي، هو يعني الاستاذ علي الحجار وشريف مدكور والناس دي. الاستاذ علي الحجار طول عمره غني وائل، وانا اقول له استاذ انا خايف، اصل الموضوع ده متعب وانا مش عايز اخسر حد ولا اتعب. اتجوزت بقى عشان تتوب يعني؟ انت خرجتني بره الجواز، ما مش لا ما هو مش هتلخبطني. ما هي ما انا خلاص بقى هديت خلاص هتستقر بقى. فجي خالي قال لي انت لازم تتجوز، عندي عروسه عشان عندي عروسه، وكانت بنت عمتي. اتجوزت صالونات كمان. بنت عمتي بعد ما لفيت كل ده. يا خبر ابيض، مش عايز اقول لك يعني. طبعا. فكانت فاطمه بنت عمتي يعني هي كانت عايزه مني، هو عارف. فجوزها لي، والسنه اللي انا عملت فيها واحد غروب كنت اتجوزت فاطمه، وهو توفى بقى خلاص خالي. فكنت رايح اسجل واحد الغروب وانا عيط وبعيط، فهي وصلت للناس. طبعا يعني هي وصلت للناس يعني. نعيش. طب انا اقولها لك كلها بقى، اقول لك الرباعيه بتاع احمد برين بالظبط، الشيخ احمد برين رحمه الله عليه. انا قلت ده فراق ولا دلع يعني، انا قلت ده فراق ولا دلع يعني، والله ما انا داري بالفرجة وما فيها من كتر الافكار والايام، انا خاش ونويت هاجر
وانصب في الجبل خاشي واديني ماشي يا ولدي بقول يا حيت داريني صفر حبيبي وداخل لي يوداني بكى وبل المحارم وانا قلت اغياني بكى وبل المحارم وانا قلت اغياني والله فراق الحبايب مر وجاني والله فراق الحبايب مر وجاني مر وجاني. مش عارفة أقول إيه بصراحة. وبتقول وفنان علي الحجار بتقول له أنا خايف أغني. أنا مش خايف من الغنى. ده في ناس كتير قوي بتغني ما فيش أي حاجة خالص. لا والله ما بصي مش بالشرط يعني هو دلوقتي السوق ما برضه أنا مقصر في حاجات يعني يمكن طبعاً. مقصر. أنا عايز أعرف بس قبل ما تكمل موضوع الحادثة ده. آه. هو أنت افتريت على الراجل في الضرب قوي؟ آه. كسرت صباعه. بجد؟ الراجل كان لسه واقف؟ مشي كان مشي لان انا قلت له هات تليفونك من افسد شيء علي اصلاحه هتصلح لي العربيه قال لي حاضر كان طيب جدا الكلام ده كام سنه؟ كتير و17 في الاول كده اه يعني كان عندك ايه 23 سنه مثلا؟ 23 سنه لا ده لسه من اربع سنين انت بتقول 17 2017 2017 بقول من 17 سنه اه يعني انت هديت من اربع سنين بس؟ لا انا كنت هادي والله يا استاذه بس يعني كنت مزيكاتي كنت على طول قاعد في مكان كده في المهندسين مش عايز اقول اسمه يعني عرفت وبنلعب فيه وبنعمل مزيكا وبنروح نسهر فيه وبننبسط وانا في حالي جدا وبعمل مزيكا مع اني طبعا انا يعني لما سبت اهلي انا اهلي والدتي كلهم شيوخ وانا متربي في البيت ده بس حصلت لي كده يعني عارفه يعني اتكهربت كهربت ازاي اني اختي انا ممكن الواحد يموت في ثانية ما هو ده بقى يعني لو عند حضرتك وقت هقول لك في دقيقتين اه لا عندي وقت جدا طب بص انا في فترة كده من الفترات كان اختي اصغر مني بسنتين ما كانش يعني كانت قلبي يعني روحي يعني سهى الله يرحمها فمرة واحدة كده تعبت دخلت العناية المركزة يعني اول مرة احكي الحكاية دي يعني قعدت شهرين انا متربي في بيت جدي الشيخ احمد كل خلاني قريبين جدا مني في السن فيهم واحد قدي بالظبط والباقي كله قريب مني الخمسه ماتوا من ايه بتاع ربنا اللي مات وهو بيصلي ويقرا قران والله والله بجد انا جدي مات وهو بيقرا القران اصلا في الجامع يعني وهو كلهم اعمار يعني دي اعمار فبدات سوها اختي بعد كده خالي طه حسن علي مصطفى محمد فحصل لي تشوك حصل لي جننت يعني مش عارف ايه اللي حصل لي بالظبط انا كنت شيخ بقى يعني كنت باذن في الجامع وبلعب ايقاع وبغني وبروح بس ما كنتش يعني ما اقدرش في حاجات ما في عندي ليها خط احمر يعني وفعلا لا يعني انت كنت بتروح تلعب مزيكا في المكان آه ده اه طبعا وتاذن في الجامع ايوه ما كنتش بعمل لا مش في المجال ده كنت بسافر بقى وبروح وباجي ومزيكا محترمه جدا بنعمل الكلام ده خالص كل ما يهيج الشيخ حتى الشيخ شعراوي اتكلم فيها كل يعني اللي يخالف نصا دون اداء واداء دون نص يعني لما اختك اتوفت انت وجات موضوع الحادثه ده بعديها صح؟ بعديها فتره طويله قوي اه يعني اختي توفت 2006 2005 2006 وخلاني بعدهم بقى على طول مباشره طب انا عايز اسالك سؤال خاص شويه اتفضلي يعني مش هتتضايق صح لا يا فندم انت بتصرف منين يعني انت هتعمل في ساقية الصاوي هتعمل في الاوبرا لا ساقية الصاوي هو وكل الناس وعارفه لكن... ان ده ما بيجيبش فلوس يعني امال ايه بقى انا بروح لجمهوري اللي بيحبني فبروح اعمل حفله المزاجي يعني امال بتعمل ايه
والله بصي، هو ربنا بيسترها برضه. ربنا بيسترها يعني، تتر بيجي، حاجه بتيجي يعني، الحمد لله راضي. راضي يا استاذ، راضي. الرزق ده طبعا من عند الله سبحانه. وبحاول بحاول ان انا، لكن لازم يكون في عدل في المساله. يعني قصدي اقول ايه، ان ما ينفعش مثلا يكون ناس بتعمل مثلا اغنيه مهرجان يحطوها على اليوتيوب تجيب 500 مليون مشاهده، فياخدوا مثلا مش عارفه كام الف دولار في الشهر، وانت تروح الاوبرا او سيد صاوي او تستنى تتر يجي لك عشان يبقى معاك فلوس. مفيش. جيتي على الجرح. انا دوست على الجرح صح. اصل الموضوع ده لما فكرت فيه صعبت عليا نفسي جدا وبكيت يعني. بكيت؟ طبعا، لاني يمكن ما مش عايز. الحمد لله ده رزق، ده رزق مش مقدر لي كده. عشان خاطر كده كنت خايف وقلت للاستاذ علي انا خايف. من ايه؟ خايف من ايه؟ خايف اخش، خايف اخش. حاسس ان مفيش عدل في الحكايه؟ مفيش عدل. لا لا لا. او الاذواق اتغيرت؟ لا، الاذواق ما اتغيرتش، الناس موجوده بتسمع، لكن مفيش عدل. ده بكل صراحه مفيش عدل خالص نهائي. ما هو العدل ده اللي احنا اللي بنعمله لنفسنا، ولا لا؟ ما بيجيش فرص يمكن؟ ممكن. لكن بس انت بتقول انا بكيت. بكيت من ايه؟ بكيت من انك بتشوف مثلا ان 20 سنة قعدت تغني وما وصلتش، وممكن يكون حد طلع مثلا في اغنية كده فرقة من دبي على فكرة بتكلم بصراحة مش عشان حاجة. هي ارزاق، هي ارزاق يعني. الحمد لله. بس ده انت بتعيط بجد؟ دي حاجة وجعاك بجد قوي؟ بس انت لازم تعرف ان انت عظيم يعني. مش زعلان من دي، مش زعلان، ده رزق. عايز يبقى في عدل في الوسط، يبقى في عدل يعني، بس مش اكتر. بس لما يعملوا مسلسل زي الاختيار والاختيار يقع عليك. طبعا. يبقى الحمد انت لله. الحمد لله، ده شرف ليا كبير. من احسن الناس اللي موجوده، وهم عارفين كويس ان انا يعني. طبعا شرف كبير جدا ليا يعني. ومنسي كمان تحديدا انا كنت بحبه جدا، وفي حكايه كبيره ما بين هذا الرجل يعني، وعلى طول بشوفه في الحلم والله. والله بس ما برضاش اقول لحد، عشان في ناس كتيره بتكتب في الجرايد. انا بيبقى جوايا يعني، والله بشوفه في الحلم كتير. طب عليا انت بتشوف منسي في الحلم كتير جدا؟ كتير. انا الحمد لله بصلي. جيت على الجرح قوي، ومش عايز اتكلم في كده، لاني قبل ما اسجل كان في مشكله كبيره جدا انا عاملها بسبب الظلم برضو في الوسط بتاعنا يعني. انا مش عارف هم يزعلوا ولا ما يزعلوش، بس براحتهم يعني. ما جبناش سيره اسامي حد ولا حاجه؟ لا خالص، ما عملناش حاجه يعني. ما عملناش اي حاجه خالص. بحب كل الناس الحمد لله يعني. مش عارف اقول ايه. مش عارف. انت جبتيني. ما جبتش حاجه والله. بس انا عارف تحس كده ان انا عايزه افوقك وافوقهم خالص. انا يمكن اكون مقصر برضو، بس انا ما اتعرضش عليا. مقصر في ايه؟ ما هو انت ما عندكش امكانيات تعمل حاجه. بالظبط بالظبط. مفيش يعني. قصدي اقول ايه، لو جبنا، لو قلنا مثلا حمو بيكا وشاكوش وعمر، هو ده اللي خلاني اعيط. والناس دي بتعمل ازاي الاغاني اللي على اليوتيوب وتسجل وكده؟ عندهم استوديوهات، استوديوهات دي بتاعتهم. عملوها ازاي؟ عملوها من الافراح، من الحفلات، من الحاجات دي. هم ما عندوش ده. انا بحبهم، انا بحبهم جدا. لا انا مش انا مش بحسدهم والله. انا قصدي اقول يعني ربنا يسامحك. هتقولي طب هو ليه ما يعملش اغنيه؟ ايوه هيعملها. ما هو الراجل اللي هيديله الكلمات ده عايز فلوس، والراجل اللي هيديله موسيقى ده ويلحن عايز فلوس، واللي هيوزع عايز فلوس، والاوركسترا اللي هتسجل عايزه فلوس، والراجل مهندس الصوت عايز فلوس. كل الناس عايزه فلوس والله. عشان يعمل ده. المشكله الناس ما بتبقاش فاهمه ده. تقابلني في الشارع تقولي ايه، ما تعملي برنامج مش عارف. يا جماعه مش انا اللي بعمل برنامج. انا بيطلب مني اعمل برنامج، بس عشان انا اعمل برنامج دي فلوس كتير قوي. فالناس ما بتبقاش فاهمه ان انت ما بتعملش على مزاجك، انت بتعمل اللي يطلب منك. انا كنت او انت مطلوب فيه يعني. انا كنت خلاص قررت ان انا يعني، بس ربنا مش عايز كده برضو يعني. يعني حسيت ان اراده ربنا ان انا افضل لسه موجود في مصر. فكنت خلاص يعني، قلت خلاص انت حبايبك في اوروبا كتير وممكن ترجع تشتغل. لا لا لا، ما ينفعش. لا لا. ومين يغني هنا طيب؟
الناس كلها موجوده، مصر مليانه فنانين كلهم عظام، وعندنا يعني فنان زيك لازم يفضل موجود. ما ممكن اكون مش قد هم شايفين كده يعني، ما ممكن يكون كده يعني، هم مش شايفين ان انا مش قد الحكايه. بص طبعا هو اجتهاد، بس برضو لو انت راجل مؤمن هتعرف ان كل حاجه بالمعاد. اه طبعا طبعا، وان ساعات ربنا بيصعبها على الواحد عشان في الاخر تبقى حاجه كويسه قوي، زي خالد الصاوي الله يرحمه، خالد صالح، ناس كتير قوي وصلت وهي كبيره وشويه صغيره. وبقول لك ايه، انا خالد الصاوي ده كنت وانا قد كده بمثل معاه في الهنجر، وبرده كان بيحاول ويروح ويجي ويجتهد ويكتب ويخرج وما كانش برده حد بيكتشفه، بس شوف وصل لايه دلوقتي. اه انا بس كل ما في العمر ان انا طول حياتي ضرب ضرب، ما فيش شتيمه يعني، موت، حادثة، مش عارف ايه، دخلت في الوسط يعني، فمش قادر استحمل بقى خلاص، عارفة اللي هو وعندك مليئ. مسؤوليات وعندك اولاد. آه طبعا الحمد لله. لا بصي والله ربنا ما بينسى حد، وربنا بيكرم كل واحد بيجتهد وبيوصل من جد وجد، والحمد لله، وعارف ان شاء الله بامر الله ربنا يعوضني كتير. لكن انت بس انا حياتي كان كنت فاكر ان انا هوصل، ان انا كنت عايز اعمل نوع جديد، كنت عايز اغني شغلي، كنت هعمل حاجه حلوه جدا يعني، عايز اعمل ده موجود، مش عايز اقول الفكره يعني، مش عايز اتكلم بصراحه يعني، بس ليه؟ الحروب جامده جدا، الحروب جامده جدا جدا. يوقعوك يعني طبعا الناس اللي اوريدي موجوده يعني؟ مش الاوريدي، ماليش دعوه بالناس اللي موجوده، انا معرفش مين، مش هنقول اسامي يعني. بس ده اللي بيحصل، ده الوسط. انا مش عايزك مش عايزك تغني، مش هتغني، فهو واصل اكتر مني، معاه فلوس اكتر مني، عنده علاقات اكتر مني، عنده اصحاب، بس عنده اصحاب وعنده علاقات، ما هي كده ما هي كده بس. لا لا علاقات طبعا، ما هي العلاقات صحاب قصدي. اه بالظبط. اي بس عادل. ربنا اكبر من الناس دي كلها. اه طبعا الحمد لله، يوم ما هيأذن مش مشاكل، بس هو كل ما في العمر ان هي عارفه زي ما قلت لك يعني، اما بتملي الكوباية اتملت مية بس مش أكتر، فدلدقت بره. لا بس هي ديتها أغنية، تصدق؟ يعني هي بجد والله. بس الأغنية دي أنت بص، ما هو برضو علشان تعملي أغنية ما أنت لازم تروحي لملحن من الملحنين الشطار، الأسامي كتير بقى، موزع برضو من الموزعين الشطار اللي أسامي كتير. ليه ديتها دويتو مع حد؟ عملت متهيألي يعني انت واحمد سعد مثلا، صوتين متبابرة. انا لسه مقابله من فتره في الاستوديو، كنت انا بعمل حاجه كده وقابلته، وهو يعني عرض عليا الامر وقلت له يا ريت والله يعني. اصل انا ليه بقول لك احمد سعد، انا متاكده ان هو هيحب يعمل حاجه كده. اه احمد حبيبي وربنا يزيده، فنان محترم يعني، فنان فنان، مغني كل حاجه وحافظ كل حاجه، وما شاء الله لا قوه الا بالله يعني، ربنا مبارك له في صوته يعني. انتوا عملتوا حاجه مع بعض هتكسروا الدنيا. يا ريت. اصل الصوتين فظاع يعني. لا والله احمد يعني ما شاء الله يعني، ربنا يسهل له طبعا صوت. هي بس مش صوت بس، على قد ما هي محتاجه حاجات تانية كتير. آه ومنها الذكاء. آه منها طبعا توفيق ربنا. انا واقف على رجلي لحد دلوقتي بتوفيق ربنا. اه طبعا. انا كنت بقول لحضرتك انا كنت هسافر، فحصلت كورونا فما سافرتش. يمكن سبب عشان حاجة. بالظبط. عملت، لقيت في نفس السنة دي عملت، مثلت مع الأستاذة غادة عبد الرازق في سلطنة المعز السنة اللي فاتت، عملت دور ده مع ام جي ار مع ممدوح شاهين. اه فما علينا. يا حلقه فيها ضحك وعياط. انت جبتينا يا استاذه والله يعني، جبتينا من جوه جدا. فكان دور كويس جدا جدا، انا والله بشكرها لان هي يعني كانت بتطبطب عليا كده في المشهد بتاعي، قاعده قدامي وانا اول مره امثل، فانا من النوع اللي هو برضو بتنشن. لا مش بتنشن خالص خالص. عايز تعمل حاجه؟ عايز اعمل حاجه. انا بحب التمثيل يعني، انا بحب التمثيل جدا، حتى الاستاذ محمد بكير المخرج قال لي يا وائل انت هتعمل دور كفيف، فانا اتخضيت وانا بقرا المشهد، دور كفيف اول مره اعمل دور كفيف، يا خبر ابيض، طب ازاي؟ طب انا ليا واحد صاحبي بقى كفيف،
وانا اصلا كنت رايح مكان مولانا الشيخ ايهاب يونس، هو كان هيعمل الدور ده، بس طبعا ما ينفعش عشان هو يعني في حته ثانيه يعني وكده. فهو يبدو ان هو رشحني، هو الاستاذ تامر حسين الكاتب، تامر حبيبي جدا. لقيته هو اللي مكلمني قال لي في دور كذا 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 تحب تعمله، قلت له انا موافق جدا ورحت بالفعل، وربنا سبحانه وتعالى اكرمني بان ده كان اخر دور بيعمله الاستاذ حسن حسني. تخيلي بقى انا استفدت قد ايه. طبعا ده غير بقى ان كل الناس اللي كانت موجوده محدش كان بيبخل عليا في معلومه. تعبت جدا في التصوير في يوم من الايام وما لقيتش قدامي غير استاذ محمود عبد المغني، خدني من ايدي وراح مقعدني على الكرسي ووقف، لقيت واقف قدامي الاستاذ محمد لطفي بيقول لي قول لا اله الا الله يا فاشني عشان بتخفف الوجع، انا تعبان جدا، اول مره حصلت لي حاجه غريبه يعني. ففضل واقف قدامي لحد ما بقيت كويس. مش متخيله انا بحب الناس دي قد ايه. اه طبعا بحبهم جدا يعني، لاني كان اول مره اعمل كده وكان معاهم وكان دور كبير مش صغير، وما كملتش يعني، يمكن كان في ثلاث حلقات كلمت الاستاذ اياد قلت له بقول لك يا اياد وقف لي دوري، قال لي في حد يعمل كده، قلت له وقف لي دوري دي لاسباب خاصه مش هتكلم فيها، وقف لي دوري يا ابني لسه في ثلاث حلقات، قلت له خلاص، قال لي ده انا لسه كنت هكتب لك تاني والموضوع يطول، قلت له خلاص. وما جالكش بقى ادوار بعديها ولا لا؟ ما جاليش حاجه يعني، ما جاليش حاجه بعدها، بس يعني الحمد لله، يعني الحمد لله رب العالمين. يمكن عشان لسه برضو سلطانة المعز كان لسه السنه اللي فاتت يعني بيتزع كل شويه، انا حتى لو بحب اتفرج على نفسي بضحك يعني، بقول والله كويس جدا جدا. مش كويس جدا ان انا عملت كده، بقول على الاستاذ محمد بكير ان هو قدر يطلع مني كده بسرعه يعني، انا اشكره طبعا جدا يعني. فكل الناس اللي كانت موجوده حتى الاستاذه دينا كانت تيجي تقول لي ده انت مزيكاتي ما تقلقش من اي مشهد يعني، انا مش هنسى الكلمه دي دايما كانت تقولها لي يعني. هي طيبه قوي دي. اه فانبسطت في الحكايه واستفدت. تجربه. اه تجربه ما كانتش بطاله، وكان شرف ليا طبعا ان ده كان اخر دور للاستاذ حسن حسني يعني. طب انا لو قلت لك كده تقول رساله لجمهورك. بشكرهم جدا لان هم ربنا سبحانه وتعالى جعلهم في ظهري، لو ما كانوش في ظهري كنت ما بقاش في وائل خالص. بالظبط. طب انا عايزاك تختم لنا كده بحاجه قويه بقى. قلتي حاجه قويه جدا. الحمد لله الذي انار الوجود بطالعه الشمس البريه، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قمر البداية وكوكب العناية الربانية ومصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. الحمد لله الذي أنار الوجود بطالعة الشمس البرية، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قمر البداية وكوكب العناية الربانية ومصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. عيني لغير جمالكم لا تنظر وسواكم في خاطري لا يخطر، يا سادة قلبي بهم متعلق أبدا وعنكم ساعة لا أصبر. اللهم صل وسلم وبارك عليه. افتكر اني قلت لك ان شاء الله وشي يبقى حلو عليك ان
الله. وان 2021 هتبقى حاجه تانية خالص الله باذن الله. الله يخليك. واحنا ما علينا الا الاجتهاد والصمود، وان الواحد كل ما يقع يقوم، وكل ما يلاقي الدنيا مسدوده يطرق باب تاني، ويعرف ان الله سبحانه وتعالى ما بيضيعش ابدا اجر حد اجتهد. الحمد لله. اكيد ربنا مديك الصوت ده عشان حاجه. لسه كانت بتقولها لي والدتي قبل ما اجي يعني. بجد والله. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وانا راضي وهجتهد ولسه بجتهد، وطول ما الواحد عايش يعني عنده الامل. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. وانت قلت لي قول حاجه لجمهورك، قلت لك بشكره لان بجد ربنا سبحانه وتعالى جعله سبب. انا بطلب منهم برضو انهم يقفوا في ظهرك اكتر واكتر، وهنستنى انك تنزل لنا بحاجه فجوره كده يا رب. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. ونعمل دويتو مع احمد سعد بقى. يا ريت يا ريت اهو، لا بندعي من هنا. ان شاء الله ان شاء الله. اشكرك. ندخل على احمد نشوف هو بيعمل ايه، ومفروض ان هو موعدني ان هو محضر مفاجاه وقنبله ذريه، اغنيه حلوه قوي لوائل. انا وائل سايباه تحت وما قلتلوش خالص احنا هنعمل ايه. حلوه ولا ايه؟ ان شاء الله. هو الحلو انت الحلوه. اولا بجد عايزه بحياه ربنا بجد والله مش تلفزيون وكده، عايزه اشكرك ان يعني في 48 ساعة فقط انا كلمت وقلت له مش بستأذنه، يعني قلت له احمد دلوقتي في كذا 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 حصل، ولازم لازم لازم نقف جنب وائل. او على فكرة وائل ولا صغير ولا قليل عشان حد يقف جنبه، بس عشان نبقى متفقين. لا لا. اوكي فنان كبير، ولما الفنان سعد يونس استضافته جابت له اوركسترا، ويعني هو طبعاً صوت لا يستهان بيه بجد والله العظيم. بس هو زي ما في ناس كتير قوي بتبقى موهوبه بس مش عارفه تعمل اللي يعجب الناس، او الحته التجاريه اللي تعلق مع الناس، ودي حاجه صعبه. يعني بيبقى في ناس مذيعين كويسين وممثلين كويسين وبتاع، بس مش عارفين ياخدوا الفرصه الصح. فاحنا عايزين نحطه على اول الطريق. المشكله عندنا كبيره جدا، يعني احنا عندنا مشكله اصلا عشان ايه؟ الناس تبقى موهبه جدا بس كل يعني بره الناس في ناس كتير قوي بتشتغل عليها. يعني مش هو مش شرط تكون انت مطرب، انت مطرب بيبقى بتغني حلو بس، انما في ناس بقى بتكريت بتعمل لك بتفكر لك بتعمل لك حاجات بتعمل لك يعني حاجات. يعني انت محظوظ انك بتعرف تفكر لنفسك. يعني الحمد لله رب العالمين. اول شغل اشتغلته كنت ملحن، كنت اول بشتغل. شغل بقى اول اغنيه في حياته كان صديقي الصادوق ربنا يمسيه بالخير محمد سعيد. كان مخرج في المحور، وجي قال لي انا عندي واحد صاحبي بيعمل كليب جديد وعايزين بيت وكده والبادجت قليله وبتاع. قلت له طب خلاص بيتي في مارينا وبتاع. انا بقى مذيعه جديده وعايزه بقى اشوف فنانين بقى. مش انا مذيعه، كنت لسه برضه مذيعه جديده يعني. جديده قوي. اجدد حاجه. كنت مذيعه بس يعني كنت معروف اكتر منك. لا ازاي معروف اكتر؟ فالمهم
كانت ايه هي؟ انت بتعملي ازاي؟ كانت ايه؟ انا صورت معاكي اصلا. اشكي لمين؟ بعت الغرام بعته اوام وانا اللي فكرك ليا دواك وانا اللي فكرك ليا دواك. جامده اغنيه حلوه جدا. وانا بقى ايه قاعده ببص لهم بانبهار شديد والموديل بتتمكش وهينزلوها الميه ومش ايوه كنت كنت طفله منبهره يعني. فانا اعرف احمد من كام سنه دول؟ مش فاهم انت مش هتصدق والله حاولي تعدي. طب والله العظيم بجد انت عارفين الاغنيه دي اتصورت في بيتي في مارينا من 23 سنه؟ من 23 سنه. كان عندك 11 سنه؟ لا كان عندي بالظبط لا كان عندي بالظبط 22 سنه. لا والله العظيم كان عندي 22 سنه. عملت انت بقى الاغنيه دي وبعدين برضو يو لوست تراك شويه اشتغلت بقى ما اعرفش حصل ايه. سبت انت برضو بقى اللون ده والالوان دي ومشيت كده حاجات برضو يعني ما تنفعش افراح مش كوميرشال مش تجاريه. فعلا انا بقول لك انا قعدت مثلا 10 سنين في حياتي الاولانيين دول لو عريس مثلا طلبني في فرح يصعب عليا. مش عارف تغني له ايه؟ اغني له ايه؟ انا اغنيه كلها حزينه واغنيه كلها. طب وليه ما فكرت؟ هي الفكره ان احمد من الاصوات اللي هي الكبيره، الاصوات اللي هي بتقول حاجات كتيره، فدايما اللي بيفكر يبقى عايز يديله حاجه دايما لازم يديله حاجه فيها امكانيات كبيره. حاجه ترابيه. ايوه صح. فاحنا دايما بنيجي هو بيعرف يعمل لنفسه بقول له نعمل اغنيه قال لي عندي اغاني كتير. انا طول ما انا قاعد بكتب وطول ما انا قاعد بلحن عندي معاكي شنطه تديك بيها الحياه. فكره ان يبقى عارف يعمل لنفسه دلوقتي ده نضج شديد. لا هو كمان انك عارف. لا ده انا عايز اقول لك على حاجه. انا بخلي ناس تيجي معايا الاستوديو عشان تخليني اقلل من الغنى. طبعا زي ما هنعمل كده دلوقتي مع وائل. مش عايز غنى قوي. احنا هو انت دلوقتي ايه؟ كان في فنانين كتير جدا مثلا استاذ عمار الشريعة ربنا يرحمه قال لي انت بتغني حلو غني اللي الناس تحفظه. حلو انت بس الناس لازم تحفظه وراك. مش معنى انا ممكن اقعد اقول واقعد اقول بقى استعرض صوتي واستعرض حنجرتي الناس هتنبهر بس ما حدش يعرف يردد ورايا. زي ما بقول كده ساعات انا ممكن اتكلم لغه عربيه معقده جدا وفلسف الامور طب مين هيفهمني؟ بالظبط. عملت انت ايه بقى عشان ترجع كده زي وائل؟ يعني عملنا احنا الاغنيه دي من 23 سنه مع بعض اول يوم وبعدين بعد كده يعني رحت للتيار التاني اللي هو الكبير ده. ما فكرتش ليه؟ ما قلتش لا طب انا عايزه ابتدي اعمل حاجات اروح بيها افراح اروح بيها حفلات اروح بيها كونسرتس في جامعات. ما هو انت بتبقى عايز تقدم يعني المخزون اللي انت اتعلمته في حياتك. انا فضلت طول حياتي بتعلم في معهد موسيقى عربيه واكاديميه فنون بتعلم من نقشبندي وناصر الدين طوبار ومحمد عمران وحفظ الالقاب طبعا. يعني كان بالنسبه لي لما بسمع اغنيه لام كلثوم كان ده بالنسبه لي حاجه شبابي يعني بالنسبه للحاجات اللي كنت بسمعها وكنت بتعلم حاجه. ف كان ده مأثر عليا جدا وانا بقدم شغل وبقدم حاجات عايز اقدم حاجات فيها فن وكده. طب الناس مش هتستوعب ازاي انت تقدر تعمل بالانس بين الامور ازاي تخلي الناس تسمعك وتحفظك وتنبسط معاك. ده موضوع حتى صعب حتى لو صوتك كبير حتى لو صوتك كبير ده اللي انا فكرت فيه دلوقتي. طب يعني احنا دلوقتي ماشي ما هو في عوامل كتير للاغنيه. دلوقتي الناس بتحب مثلا ايقاعات معينه بشكل معين بيرقصوا عليها وبيتبسطوا. طب اوكي هي يعني الاغنيه الايقاعات دي لما بتتحط لازم يبقى فيها حاجات وحشه لازم يبقى فيها كلام وحش؟ لا هما بيحبوا الايقاعات. فتعالى خالد مثلا قعد مع خالد قلت له يا خالد ايه هات لي ايقاع كوميرشال قوي دلوقتي يكون ماشي يعمل لي وقلت له انه الوائل ولا قلت له حكيت له اصلا اللي انت حكيته لي اصلا اللي انت حكيته لي طبعا غير انا كلمت احمد وائل عندي في البيت يعني وائل دور وشه كده رحت انا مكلم احمد. ايوه لان لا غير انك انت كمان فظيعه في الحكايه. انا كنت هعيط انا ماليش دعوه بالحلقه. لا انا قلت له ليه يبقى في موهبه وصوت كبير وحد تعب قوي وما يوصلش يعني وممكن يعني هقول لك حاجه. كنت انا مثلا من الحاجات اللي بقعد اسالها انت مثلا واحد علاقتك في الوسط الفني كويسه غير ان اخوك ممثل غير كده شيرين مثلا صاحبتك قوي ليه مثلا عمرك ما عملت مع شيرين دويتو؟ لا هو انا هو يعني انت كل اللي اتكلموا عليه ان انت اتكلمت عن خناقتها هي وجوزها ومش عارفه ايه ودبسوك في والله ما اتكلمتش في حاجه دبسوك لا انا عايزه معنيتك بتمنعك لا اصل قاعده فنيه عايز اصلح الموضوع ده انت دبسوك في الموضوع ده؟ طبعا انا ما اعرفش اصلا الموضوع ده اصلا ايه ولا يعني طلعت قلت هم اتخانقوا مع بعض وكده فعلا؟ لا قلت الكلام ده اصلا ولا شفتهم اصلا اتخانقوا مع بعض ابدا.
يعني علاقتي بيهم طيبه جدا وبشوفهم. لا الكلام ده اتقال عن لسانك كده يعني؟ لا ده اتقال عن لساني حاجات بقى ايام يعني كتير يعني. ما قلتش منها ولا حاجه؟ خالص احمد سعد كان موجود وفض بينهم دي حاجات بس دي حاجات انا باخد عليها يعني. انا كده كده يعني مثلا. لكن انت عارف هم علاقتهم كويسه ولا؟ طبعا جدا. انا كده كده اصلا يعني بتشتم 3 ايام في الاسبوع مواظب عليهم الحمد لله. ما انت برضو مش غريبه انت. لا مش غريبه. انت يعني كده كده في ناس مواظب برضو وعارفه. ففي ناس اشاعات بتطلع وحاجات كتير بتطلع فما بسيبها بقى عادي يعني. بس طلعت قلت يعني ناس كويسين ونزلت صوره معاهم انا واحنا الثلاثه والناس كويسين. لكن مش انت اللي قلت انهم كانوا متخانقين وكده صالحت بينهم يعني؟ لا 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 خالص. ولما انت لما طلعت ان انت كويس معاهم هما الاثنين دي الناس افتكرت ان انت فعلا قلت انهم متخانقين وانك صالحت بينهم بعد كده؟ لا ما اعرفش الناس افتكرت ايه. ما تكذبش قول الحقيقه. خلاص ارفع ايدي فوق. لا قول الحقيقه. وائل اللي انت جاي عشان انت نسيتي وائل. لا قول الحقيقه بجد. انت قاطعه معانا. لا مش علشان حاجه، عشان عايز اعرف ممكن تكون فعلا الاشاعات بتطلع من غير سكراتش حتى يعني، من غير حتى يعني كده. كان في نوايا ولا لا؟ ولا مفيش نواه اصلا؟ لا في كده طبعا. لا انا قصدي اقول ايه، ان احنا لما بيطلع علينا اشاعات بنبقى قلنا حاجه صغيره وتبلورت حاجه تانية. فانا اللي بحاول افهمه منه دلوقتي ان ما كانش اصلا في كلام اساسا. ايوه بس لا ولا شيرين كلمتك قالت لك انا زعلانه منك؟ لا انت قلت كذا كذا خالص. لا انت اصلا بتقولي الموضوع يعني انت مش يعني مش قايله صح. هو الصح بتاعه ان نزل خبر بيقول ان شيرين و عبد الوهاب وحسام اتخانقوا مع بعض وضربوا بعض في الشارع واحمد سعد واقف بينهم وحجز بينهم. انا اصلا ما شفتش شيرين في اليوم ده اصلا خالص. هم قالوا امبارح احمد مش عارف ايه وعمل كده، انا ما شفتش اصلا شيرين خالص. كلمت حسام وشيرين قلت ايه ده؟ طبعا انا لما نزل الخبر ده قريته. ايه ده؟ رحت مكلم شيرين قلت له ايه ده شيرين؟ ايه الخبر ده؟ ايه اللي كلمت حسام؟ ايه الخبر ده؟ مش فاهم يعني، انا مش فاهم ايه يعني. الناس عماله تكلمني بهستيريا، كل صحفيين مصر والوطن العربي الدنيا اتقلبت بيكلميني عشان بقى بتحب شيرين. عشان اقول يعني رايي في الموضوع. فانا ما رديتش خالص. فنزلت رحت لهم اتصورت معاهم ولا عملت ايه؟ لا خالص، نزلت صوره معاهم. كنا انا وهي مع بعض، كنا مع بعض اصلا. حتى انا كنت دقني ساعتها ودلوقتي حلق دقني. قديمه يعني. فرحت نزلتها قلت يا جماعه ناس كويسين جدا مع بعض ومفيش اي حاجه. بس ما فكرتش ليه بقى تعمل دويتو في يوم من الايام مع شيرين مثلا؟ بس هو اكتر حاجه ممكن يعني اكتر شيء يعني نصيحه مني انك تبعد عنها هو شغل الاصحاب والقرايب. حتى لو دويتو؟ لا ولا اي حد. ايه ممكن تتخانقوا عشان دويتو قصدك؟ يعني لا مش نتخانق ولا حاجه، بس انا عمري مثلا ما جاء على بالي ان انا وشيرين بنروح مثلا نقعد مع بعض نتكلم نهزر نضحك. عمري ما جه في بالي. ما فكرتش خالص. لا خالص ما جيش في بالي كده. يجي في بالي مع حد تاني يعني. ما زي يعني مثلا يجي بالي مع اصاله واكلم اصاله مثلا، لا تيجي نعمل مع بعض. صوتين كبار قوي. ده بالنسبه لي يجي بالي. مش معنى كده مش بقلل من شيرين او بزود من اصاله، لا بس يعني عشان شيرين صاحبتك قوي. عارفه انت لما حد تعملي يعني عايز تعملي حديث مع ابنك زي ما احنا مش عارفين نعمل حديث. انا مش عارف اتكلم مش عارف اتكلم معاكي، مش عارف القط كلمتين. طب عايزه اقول لك حاجه. ايه وائل تفتكروا كده بخبرتكم ممكن الاغنيه دي تعمل معاه حاجه تنقله يعني من هنقول ايه الغنى الطربي الثقافي كده للحته التجاريه شويه، ولا يحتاج ان هو يعمل كذا حاجه؟ خلاص قلنا مع بعض افكر هعمل غنوه عامله ازاي؟ السوق اليومين دول عامل ازاي؟ بيحب ايه؟ طب هو بيحب كذا، اروح مطلع نتيجه معينه في اللي هو بيحبها. انا بقى اقدر اضيف ده ايه؟ احط ده على ايه؟ بروح حاطه مطلع الاغنيه. بعد ما تطلع الاغنيه خلاص ده دي مرحله. لا قصدي اقول مثلا اغنيه زي دي وقال مش هينفع يروح يغنيها في فرح مثلا. لا ما مش كل الاغاني اللي بتنجح هي اللي بتتغنى في فرح. ايه المفروض وائل دلوقتي يبقى محتاج منتج ينتج له؟ هو بصي هو وائل تميز في خط وهو اكتر صعب بالموسيقى التصويريه دايما ان هو يبقى دايما مع موسيقى تصويريه بيضيف ان هو بيقول بتراك صوت بصوته بيودي الاغاني في سكك معينه في المنطقه دي. فعشان تخرجه من ده كان لازم مثلا احمد يفكر
التوجه الموسيقي. ما نطش نطه كبيره. اه لازم اخد يعني انا ما اقدرش انط نطه. اخد اللون بتاعه. مش عارف هو مين اصلا. واحطه في حاجه كوميرشال. يعني اخد اللون بتاعه. انت قصدك ان ما كانش ينفع تنقله من الطرب لحته بقى كوميرشال بس. الناس مش عارف مين اللي بيغني اصلا. لازم اخد شخصيته احطها على حاجه ليها علاقه بالجو. وبعدين اقعد امشي من هنا امشي من هنا لحد ما اروح هنا. انا ما اقدرش انط من حته لحته هبقى شقلب. وبعدين يشتغل اتنين بعد كده. بعد كده بقى يشتغل بقى الاتنين. ما هو الناس زي سميره سعيد زي اصاله زي طبعا كل الناس بتعمل حاجه. انا قصدي اقول اي مطرب في الدنيا لما بيبقى مش عنده منتج بيبقى عايز يصرف على شغله. عشان يصرف على شغله لازم يشتغل حفلات وافراح. ايوه بس الموضوع ما بقاش صعب زي زمان. الموضوع بقى سهل جدا دلوقتي بقى اللي حوالينا الحاجات. يعني احنا هنعمل اغنيه انا في مش ادوات مختلفه ما بقتش موضوع المنتج. انا مش منتج يعني. يعني بتعمل اغاني للناس. انا بعمل اغاني لنفسي وبعمل اغاني للناس. ساعات بعمل اغاني مع شركه انتاج لما اكون محتاج بادجت كبير. بس هو اهم شيء انك تجتهد تركز جدا. يعني انا لازم نقول له انا بروح اعمل 20 اغنيه بروح لخالد اقول له خالد ما عندكش ايقاعات جديده؟ يقول لي عندي. اقول له طب ما تيجي نجرب. ما هو مش عارف يكلم مين ولا يعمل ايه. لازم ربنا فعلا اي حد بيجتهد ربنا ما بيضيعش اجره فعلا. لا ما عندوش علاقات يمكن. لا ما تجتهد حتى في كل حاجه. هو برضو مش وائل عنده علاقات. يعني انا لسه مقابله على فكره. وائل على فكره انا مش بقول رايي فيه. انا من المستمعين يعني بستمعه. انا كمان بصحب بجيب حاجات وبقعد اسمعها ببسط جدا. لا صوت انا هلا اسمعكوا لايف دلوقتي. لا حاجه جباره يعني اللي هو. لا خطير خطير خطير. انا هنزل مش عارف هو جاي ليه على فكره بجد خالص. عايزه تشتغل بقالك قد ايه؟ انا بقالي اكتر لا اكتر من 20 سنه. لسه كان بيقول 20 سنه كان عامل انا كنت بقول لي صوره ولا فؤاد المهندس عمو فؤاد من 20 سنه ده من 21 سنه تتر الايه ده عمو فؤاد المهندس عمو فؤاد بجد تتر حاجه تتر في نال بتاع عمو فؤاد بيشوفي من كام سنه والله. لسه بالصدفه بطلع كده صور لقيت صورتي معاه في وقت الفيلم ده. يرحمه جميل ده. ومتجوز ومخلف وكده. الحمد لله. طب مستقر اهو. ليه طب ليه الموزعين مستقرين والمطربين مش كل الموزعين لا دايما يقول لك دايما الموزعين والملحنين والمطربين عشان والموزعين مستقرين على كبر. لا بس هي برضو الموزعين ليه عشان الشغل اللي متاخر قوي وبتقعد في الاستوديو ده لتاني يوم ومش عارفه بتعمل ايه. طب بالعكس انا نفسي اتجوز مذيع. لا لا مش مذيعات ايه مش قصدي. هو انت لسه انت خلاص فركشت؟ لا ما فركشتش. انا قلت لك انا موسم التزاوج بتاعي لسه ما فركشتش. كان في اشاعات ان انت مش هتتجوز برضه. انت جايبه معاك اشاعات انت بس مش جايبه معاك حاجات حقيقه. لا هتجوز اليومين الجايين. اليومين الجايين؟ يعني الشهر الجاي ده. يعني انا معزومه ولا ايه؟ انت اساسي طبعا. الشغلانه بتاعتنا دي بالحاله المزاجيه اللي هي تحت وفوق تحت وفوق بتخلي الواحد ما بيعرفش يتجوز او ما بيعرفش يثبت على علاقه او ما بيعرفش كده بيبقى عايز يغير يعني ما اعرفش صححولي يعني. هو انا شايف ان بصراحه يعني ايه يعني مش الاستقرار في الجواز. لان اصلا ممكن الجواز ده ما يبقاش يعني انا قصدي يعني الجواز ممكن يبقى متغير. انا ممكن تبقى مراتي دي صاحبتي وحبيبتي ومعايا بتشتغل معايا ومعانا بعض ونبقى متغير. قصدك ما تبقاش الحياه فيها رتابه او ممله. الرتابه ده عدو الفن. مش موجود. انا في حياتي لما احس بالرتابه الفن يقع معايا. بصي انا راجل مثلا بتغير كتير. بتتغير كشخصيتك قصدك او ظروفك؟ ما يعني انا مش زي ما كنت قاعد معاكي في اول حياتي لما عرفتك في اول حياتي. كنت شخص ليا تطلعات تانيه واهداف تانيه وحاجات تانيه. الحاجات دي والاهداف والحاجات والفكر بتحتاج اشخاص تانيه. بتحتاج اشخاص. الاشخاص دي انا بطور نفسي من الفكر. الاشخاص دي بيفضلوا قاعدين في نفس مكانهم. زي ما مش عايزه اجيب سيره حد وحياه ربنا بس بجد بتكلم نتكلم انا وانت والناس. لا بس وحياه ربنا بتكلم بجد عشان الناس تستفيد مش عشان حاجه. طب زي مثلا الفنان سمير خشاب مع كل التقدير والاحترام كنا حاسين انكم داخلين في تدين قوي. دي حقيقه. اوكي ايه بقى اللي يعني ايه اللي بوظ ده؟ المشاكل كتير ولا طبعا يعني هو انا بحب دايما يعني لما اتكلم على حد ما اتكلمش على لسان بتكلم عن حالي انا. فانا اكيد انا ما كنتش يعني في الفتره دي انا كنت داخل متدين قوي يعني قوي. وكنت لسه بقى يعني حتى انا كلمتك في التليفون عملت معاكي مداخله قلت لك انا كنت بعمل حاجات وحشه كتير.
وبقيت شخص تاني وعايزه اتوب بس فايه فده كانت بتمر عليا مرحله بقى ايه مرحله روحانيه جدا بس متلخبطه ولا لا كانت مرحله روحانيه جدا او جاي من اكستريم قوي فروحت اكستريم بالظبط وانا اصلا كنت شخص كده يعني انا دلوقتي بس ستيبل انما طول عمري حياتي انا اصلا شخصيه اكستريم جدا ابيض واسود بس ما عنديش في الرمادي فلقيتها بقى اتقابلنا كنا بنعمل الاغاني وهي كانت ماسكه السبحه شفت السبحه يعني انبسطت وانا كنت ماسك السبحه السبح طلاقت بقى مع بعض بس بقى السبحه اتقطعت بعد كده عشان شخصيات مختلفه ملهاش علاقه تماما ملهاش علاقه انتم ملهاش علاقه متدينين او لا لا ملهاش علاقه خالص يعني هو زي بيقول لك مثلا مريض الكلى ممكن بيصلي بس مريض برضه يعني الصلاه ملهاش دعوه ممكن برضه احمد ممكن احمد برضه يكون السرعه ودي برضه حاجه برضه خطيره كلنا كلنا بنغلط فيها بس عشان ما يطلعش اشاعات والله كل الفنانين عشان ما يطلعوش اشاعات او ده يروح ايه متجوز على طول عشان الناس بتطردك الناس بتطردك انا اصلا انت يعني بطلت تنزل صور على السوشيال ميديا انت خطبتك خالص شلت كمان فعشان كده الناس قالت ان انت بتنهي العلاقه كنت حاطط اربع صور بس انا وهي صوره في عيد ميلادها انا نزلت صوره في عيد ميلادها بس انا عشان مسجل في علاقات يعني عندي سجل عندي تاريخ بمديرية العلاقات فايه فاول ما نزلت اول صوره الناس بصي ما شفتش كده في حياتي ما شفتش كده بجد قعدوا بقى واهم 10 اخبار عن علي عشان كان بسرعه قوي بعد يعني الوقت بين كنت عديت العده معلش بس الوقت بين الحد والحد قليل قوي قليل على ايه على استيعابك ولا على استيعابي انا على ان انت تقابل حد تاني وتحب تاني لا ما انا الوقت كان كبير قوي لما حطيت بقى صور خطيبتك لما حطيت صور مع خطيبتي الناس بقى ايه وقعدوا بقى لازم موضوع كبير قوي ليه ما ناس كتير قوي بتعمل انا قلت لها كل سنه وانت طيبه وستوري مش عمل بوش. مشاكل بينكم الموضوع عمل مشاكل بينا كتير جدا 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 هو انا عايز اقول لك حاجه لسه اخر هي ممكن علاقتك تبقى بتبوظ برضه من المشاكل بتاعه الناس ناس بعت لها مسج ناس واحده حد بعت لها مسج بصورتي وانا في مكان انا كنت معاها باللبس ولقيت رحت عشان انام ساعات من النوم قالت لي انت رحت سهرت في مكان قلت لها ما بسهرش في مكان انت صورتك ايه صورتي من 3 سنين بس كنت لابس نفس البتاع بس بنطلون كان مختلف قالت لي لا بجد او مصعب ناس بتعمل مجهود يعني انا نفسي اعرف واحد حد لا وهم عرفوا ازاي انك اليوم ده كنت لابس كده ما اعرفش حد مراقبك يعني ما اعرفش لا انا المهم ايه يعني ازاي يعني لابس حاجه النهارده قبل يعني خالد يبقى لابس كده مثلا يروح يقول لمراته في صوره من 3 سنين كنت لابس نفس اللبس لابس عينيك ماشي ده في مكان بقى سهر مش هيبان قوي لابس بنطلون اسود بنطلون اسود بس بسوسته من هنا هنا يعني في توقيعات لسه وحاجات لا لا ده ديلي ده شغال لي يوميا انا مواظب عليهم بقول لك 3 ايام في الاسبوع يعني انت لو لا قدر الله انت خطيبتك سبت بعض ده لا مش هنسيب بقى عشان ليه عشان احنا بيربطنا حاجات تانية في الشخصية عمري ما كنت في حياتي بعمل كده يعني عمري ما حصل لي كده ايه بقى عمري ما حصل لي ان انا ابقى مع حد مش ما بنعملش شو احنا لنفسينا احنا بننبسط لنفسنا هو ده اللي كنت اقول لك عليه بالنسبه لايه فكره ان الناس تستقر مع بعضها يفضلوا مكملين هي النقطه دي ما بقاش في شو لازم الناس تبقى حقيقيه بنزول كل حاجه بس احنا مفيش حد فينا بيقصد يعمل شو هو احنا بنكبر عشان بتجمل ما انت لو اتجملت من الاول هتتجمل عشان تبقى اللي قدامك ينبهر بحاجه لا يعني لو انا نفسي انزل صوره انا وجوزي مثلا ما ببقاش قصدي خالص ان انها تنتشر في كل حته ببقى عايزه انزل اقول له كل سنه وانت طيب ابقى مش عارف لا انت ما بقتش اعمل كده خالص خلاص ما دي ضريبه تاني الشهره بتندهك بقولك ما بقتش انزل من كتر ما هو بقى بيتضايق وانا بتضايق والصور بتتحط مش عارفه فين وبعدين انا مش شخص كمان من اللي هو بقى خدت عين وخدت الحاجات دي يعني ايه اللي مخلي العلاقه دي قويه مخلي العلاقه دي قويه ان احنا ان التوقيع ده مش نافع فيها اولا انا مفاهيمي كمان عن الست وعن بتاع بقت مفاهيم متطوره واكتر واحسن ناضجه كتير ناضجه اكتر اكيد انت كبرت ما بيحددنيش مظاهر الست الخارجي هي لابسه ايه او عامله ايه يعني انت كنت في الاول بتدور على الست الحلوه زمان كنت ادور بس خطيبتك حلوه يعني زمان كنت جدا زمان كنت ادور على الست المحجبه ادور على الست المحجبه
وبعديها ادور على ست، وفي المرحله الثانيه ادور على الست الحلوه. بس عمري ما ببص على الشخصيه، ببص على الاطار اللي بره اللي هو اصلا مش موجود، يعني زايل اصلا، ومش حكايه زايل ده بيعبرش عن اي حاجه جوه. مش هيعيش معاك. ياما محجبات كويسين وياما محجبات مش كويسين، وياما ناس بشعرها كويسين وياما ناس بشعرها مش كويسين. اللي بتقدر تعرفه كنت بتبص على المظهر مش الجوهر يعني. بالظبط بالظبط. ده مش معنى كده ان وبعدين خلينا برضو نقول ان هو مش قصده كويسين، هو ممكن مش قصده كويسين مش كويسين في الاشخاص، مع احترام لكل الناس اللي كان يعرفهم قبل كده، هو قصده كويسين لي. ايوه بالظبط، مناسبين لي، مش محدش يقول لك انت طلعت قلت مش لا انا ممكن اكون انا كويس وحضرتك كويسه، بس احنا الاثنين مع بعض مش نافعين. ده شيء معروف جدا يعني، والناس كلها عارفه كده. فانا مش معنى فانت ايه بقى اللي مناسب انتوا الاثنين مع بعض؟ انا دلوقتي بشوف، بس كل ما اتكلم يبتسم. انت شفتوا اللي كان انا كل ما اقول ايه اللي كويس بينكم يروح مبتسم. قول 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 والله العظيم يا رب مسك الاكل سيبك. ايه لا ده حب بجد. قول ايه ايه بقى؟ بصي بشوف انا بشوف نجاحي في عينيها. لا انا بحس من الصور وكده ان انتوا بتحبوا حاجات زي بعض. هي برج الاسد وانا برج الاسد. واحنا الاثنين ناريين جدا يعني في الخروجات. بحس حاسه انكم بتحبوا نفس الحاجه. لا انا بقيت احب الحاجات بتاعتها، انا بحب حياتها يعني. انا رحت حياتها عجبتني. اوكي. عرفتك على حياه جديده. عرفتني على حياه اللي هي فيها ايه بقى؟ اللي هي بقى فيها حاجات كتير جدا، فيها ناس طبيعيين جدا وعاديين، مش بيمثلوا، حقيقيين جدا، بيخرجوا مع بعض، اللي عايز يخرج مع التاني يخرج، اللي مش عايز يخرج ما يخرجش، محدش بيقول لحد كلمه هو مش عايز يقولها. حياه سهله، موجودين في الحياه، حياه سهله. حياه الفن بطبيعه ان انت ممكن تبقى نازل حزين جدا وناس حد يقابلك فتهزر معاه، فلازم انت تبقى دايما متكلف. متكلف وعامل وش. انا بقول لك حياه سهله. حياه متصالحه مع نفسها. الناس اللي بقى الناس في ناس الناس الحقيقيين اللي هم صحاب مع بعض كده، مش بيجمعهمش اي شيء او اي عمل او اي منافسه. لزاز بيضحكوا بضحكه لما بيضحكوا. ايوه. ايه اللي خلى لما ده اخر سؤال قبل ما اجيب وائل، ايه اللي خلى هو وائل خلص كده كده، وائل مش هينفع لانه كبر. لما يبقى ايه اللي خلى لما حصل توقيع انها تصدقك وان العلاقه تفضل قويه؟ ابتسم وبص للسقف الاول. لا مش عشان انا كويس يعني، ان البنطلون القديم ما كانش فيه سوست. طب احلف اثبت لها بالبنطلون، بس انه ده ما كانش فيه سوست والتاني كان فيه سوست. الستات لا، الستات ما فيش يوم مرحبين. لا يعني ايه يا معلم بتهزر ولا بتتكلم جد؟ يعني مش ثقه فيك انك فعلا طلعت لها البنطلون من غير سوسته؟ ثقه في السوسته. انا بقول لك ايه، انت اكتبي على جوجل احمد سعد. انا مش محتاج تسالي عليا. السوسته المهم ان انا كنت من الناس اللي بقول هو وفنان هاني شاكر بيضحكوا ليه؟ بقينا احنا لا بس خلاص بقى استنى بس. طلعت البنطلون بالسوسته اتكسفت بقى ولا ايه؟ عرفت ان في حد بيوقع. عرفت ان في حد بيوقع يعني. وانا اتعلمت برضو لما اخرج ما البس نفس البنطلون، اخد بنطلون تاني معايا. خدت الناس وانا خارج اخد بنطلون ايه بس بقى خليها. ابوظ حلقه ابوظ صحيح. طب وائل نشوف وائل. طب هتتجوزوا امتى بجد؟ قريب والله العظيم، والله العظيم هتيجي الفرح. والله العظيم ربنا هتعمل فرح؟ هتعمل فرح؟ لا اول مره، هيبقى اول فرح اعمله في حياتي. وهي هي اول مره تتجوز؟ 36 مره ما عملتش فرح. اول مره تعمل فرح هي؟ هي اول مره تتجوز. اول مره تتجوز في حياتها؟ بجد؟ لا واقع ايه ده، انت هتخلف برضه هتجيب بيبيز وكده؟ مش عارف بقى دي بقى. ان شاء الله. بص اللي بيعمل خير بيلاقي خير. والله واقسم بالله العظيم، انا بقسم بالله، انا بقيت احلف كتير قوي يا جماعه من كتر الناس ما تصدقنيش. ان هذا اللقاء والله 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 غرضه الوحيد ونيته الوحيده ان وائل يعمل له اغنيه كويسه، والوحيد وعلى مسؤوليتي اللي كنت هكلمه وهيستجيب في يومين هو احمد سعد مش حد تاني.
يعني احنا عندنا ناس عظام وكتير وكده، بس انا عارفة ان مفيش كان حد هيستجيب في يوم او يومين غير احمد سعد، وكمان عنده التالنت او القدرة في ان هو اللي يعمل له اغنية. وخالد ميرسي جدا على استضافتك في استوديو، وقال لي خالد ما ترددش ولا قال لنا عايز فلوس عشان تيجوا، مش بهزر والله بجد، وقليل قوي قوي الناس اللي بتعمل كده. لا انا بقول حاجة بجد، قليل قوي ان انا اكلم حد عنده استوديو اقوله انا جاية اصور وما يقوليش هاتي 50,000 جنيه. احنا النهاردة بجد كلنا جايين عشان وائل، عشان وائل يبتسم بس او ينبسط ونعمل حاجة كويسة ليه ولعياله. عنده ولاد هو قال لي مستنيني انجح، فاحنا ان شاء الله هنزل بقى ده زمان وهيهزقني اصلا هيمشي. هنشوف وائل دلوقتي، انا سايباه كتير قوي بقى تحت، بقالي كتير تحت. لا اسانسير والله، والله ما قلت له حاجة خالص، ولا الانتاج قال له ولا اي حاجة. مش هيتخيل ان احنا عاملين له اغنية اغنية هدية. شغالي منكوش، تفتكره هنبسط؟ انت جايبني طبعا قريبة جدا كده. تفتكروا هينبسط؟ يلا بينا شوف واقفين واقفين واقفين. أو اهلا وسهلا، ازيك يا استاذ؟ طبعا انت عامله لك انا سسبنس فظيع. انا مش عامل حسابي في اي حاجه، انت فاجئتيني. ازي حضرتك؟ سسبنس رهيب، محضره لك مفاجاه بجد. مفاجاه حلوه. يا مسهل الحال يا رب. طب يلا محمد تعالى اسبقنا. تفتكر ايه المفاجاه؟ بصراحه انا لا بقلق من حضرتك لانك انت صراحه لا من حضرتك بس مطمن. لا جايبه لك عفريت ولا حاجه؟ لا 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 الحمد لله. وانا قاعد كل شويه اقول يا رب ايه المفاجاه، يا رب. فرحت انا مكبر دماغي بقى قعدت اسبح. سبحت يبقى اكيد هيبقى خير. يا رب يا رب ان شاء الله. اتفضل يا استاذ. اتفضل والله. يمين بقى. اتفضل. ماشي. لا ده ينفع؟ طيب ينفع. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جاش في بالك خالص ايه؟ طيب قعدت افكر كده فروحت قلت طب يا رب بقى خليها هي يعني مفاجاه يعني. لما بصراحه كتير جدا يعني كتير جدا قعدت افكر ايه هي ممكن الاستاذ رحمه تكون محضرها لي، بس مطمن. مطمن. طب اتفضل يا فندم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ادخل يا محمد. السلام عليكم. لا ادخل جوه خالص. ده استوديو. ده استوديو. يا ترى مين جوه؟ ادخل جوه ادخل جوه. انا ابتديت اعصابي تسيب. عارف قال لك ده استوديو. ده استوديو. ايوه ده استوديو. اول مفاجاه قال لك ده استوديو. بص مين مستني. اه عملتها يا استاذ. شفت بقى المدد المدد يا استاذ. يا استاذ يا استاذ العالم العربي. ايوه اولى. ازيك والله حبيبي؟ عملتها. انا قلت عملتها 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 عشان انت قد كده البيت. طبعا كان نفسي فيها قوي. طبعا انت مش عارف قد ايه يا حبيبي. يا مرجع حبيبي عامل ايه؟ ربنا يخليك يا جميل. والله العظيم العفو. احلى حاجه احلى حاجه والله العظيم. بس انت مكاني. انت حاجه كبيره جدا جدا لازم تفهم ده حبيب قلبي. والله العظيم بتكلم بجد. والله العظيم ثلاثه. الله يظهر بخاطرك. انا بموت فيك قد ايه وبحبك. بقول لك ايه بقى هو انا ايه حصل ايه حصل ايه بقى ان انا حصل ايه بقى احنا خلصنا لقاء في الجنينه. والله العظيم ده اللي حصل. رحت انا مدوره وشي واخده التليفون ودخل. فاكر لما انت كنت واقف في الجنينه وانا رحت داخله جوه كلمته احمد حصل كذا 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 احنا هنعمل اغنيه. قال لي خلاص بعد بكره تبقى جاهزه. بعد بكره. بعد يا استاذ. بعد بكره. بعد بكره. بعد بكره. كلمني قال لي ايه ريهام
عندي كحة وظهري بيوجعني. انا هعمل مسحة في احلى من كده. لا لا يعني الاسبوع اللي فات كان بعديها بيوم قال لي انا هعمل مسحة. انتوا لو يعني عايزين تيجوا تعالوا بس انا بالامانة ايوه انا شاكك ان عندي كورونا. لا بصي لا لا قلت لي لا انا بحب وائل وكل حاجه هنأجل انا كده ما هو كل شويه ياجله كل شويه ياجله غلط. هو في ايه؟ هي خافت خافت وانا عايز اسافر لوالدتي اصلا. ما خفتش. انا قلت لك انا بحب وائل وكل حاجه مش درجه كورونا. مش درجه كورونا. اه عيل راجل. فهو ده الوقت اللي ربنا اختاره مش انا قلتها. اه الحمد لله طبعا. تاكل لا لسه لما تسمع. اه لما تسمع اه اتاكدنا ان كورونا. سمعنا الاغنيه. انا قلت انا ما جيت ما قلتلكمش نيجي نصور لما اتاكدت ان الحمد لله ان انا عندي. هو انا فاكر بقى ان احنا جايبينه ايه نقول له هتعمل دويتو مع احمد سعد. لا احنا عملنا الاغنيه اصلا اصلا وكتبناها يعني انا وانتوا شغالين. ايوه ولحناها وحضرتك دلوقتي هتغنيها لنا. هتغني بقى. اه وقال لي ايه؟ طب ريهام ينفع نبعت له الكلمات قبلها بيومين عشان يجي حافظ عشان نسجل عشان. قلت له لا دي تعتبر من 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 سكه الفبركه. وانا مش هفبرك. اي لا ما احنا نقول للناس ان احنا بعتنا الكلام قبلها بيومين. قلت له لا هو هيعرف يغني في ساعتها. حبيبي اقول انت والله العظيم ثلاثه انا من محبينك والناس اللي بتحبك جدا جدا وكذا مره احنا نتقابل واقول لك ان احنا عايزين يعني حصل نعمل حاجات كوميرشال فاكر حصل وقعدت اقول لك. تعرف قال لي ايه دلوقتي؟ قال لي مش هي الناس ما بتفكرش فيه تجاري عشان هو صوته اكبر من كده. الله والله قال لي كده. قال لي انا عشان انا قال لي انا قعدت افكر كتير قوي ان انا ادي الصوت الكبير ده ايه. اه وبعدين انا يلا خالد سمعنا حاجه سمعنا خالد خدتني. الله
والله العظيم. لا بس لازم تعترف انا اخترت معك الاغنية عشان هو بعت لي كذا واحدة. بقولك ايه؟ بس اكتشفتني صح؟ بقولك ايه بكلمه بقى ايه عايز اعمل لكم حاجه يعني انا عايز اقوم اسكت سكر انه لا والله العظيم بقى كلمته التيمبو بس عايز يظبط قال لي ايه ده ايه ده في ايه؟ المايسترو رام سعيد معايا بركشز يطلع شويه صح؟ عايز انحلك على عامل حاجه انا اصلا ما تخيلتهاش هو طبعا لا الصوتين مع الصوتين حبيب. انا اللي براهن عليه هنا الصوتين حبيب قلبي الصوتين مع بعض دول هيبقوا كبير هو احمد يعني يعني انا هتكلم طبعا انا متشكر استاذ خلينا نتكلم بقى متشكر خالص انا عايز اعيط لا مش عايز لا بس بقول لك ايه انا زي ما بقول انا حلفت الوحيد اللي كان هيقول اوكي في يوم هو احمد سعد عشان اعرفه طيب جدا يا ربنا بيحطنا وبيحب الخير لكل الناس بيحب الخير ما عندوش الحته السواد وما عندوش حاجه حلوه على فكره اشتغلك بقلبي يعني بجد بعد ما يطلع اللحن ثلاثه مع احنا الاربعه كده ما حدش فينا عمل حاجه لحد ربنا احنا ربنا عمل لنا كلنا حاجه كويسه يعني كل واحد فينا بشكل معين ليه انا مش هغني معاكم لا بجد مش هتغني لا انا مش عارف اغني كمان يا سو بس انت في المهرجان بس انت بقيتي كوميديان شفت المهرجان لان مع انك اغنيه مع انك فنانه طربيه قالي تخني صوتك قالي تخني صوتك اوكي طب انا امنيت حياتي اسمع الصوتين مع بعض يلا بينا انا عايزه اللحظه اللي الصوتين دول يدخلوا مع بعض فيها حاسه انها هتبقى حاجه لم تحدث بجد يا رب والله يا البركه بقى احترامي طبعا لكل الاصوات اللي موجوده كلهم طبعا ولكن في صوتين هنا صوتين بجد والله صح ولا لا في تحسبي نفسك الله يخليك لا اولا في جندي مجهول هنا لازم نشكره لا لازم نشكره والله اللي ادانا الاستوديو قعد تعب وهو ملوش علاقه بحق يعني مش يا حبيبي يعني انا بس انا كنت يعني ده اخويا حضنت بس انا كنت اكون بخاف كورونا انا كورونا بقى خافش مش قادر ما عندوش يعني طب هتعملوا ايه يلا بقى لازم نعمل بروفا دلوقتي جاهز جدا يعني تينا لينا الطبقة دي كويسة لينا تمام أستاذ افرخ وذوق طعم الحياة وشوف الحلو اللي فيها افرح وذوق طعم الحياة وشوف الحلو اللي فيها الله انسى الهموم في الحب هم وحب معنيها انسى الهموم في الحب عم وحب معانيها افرح ودود دم الحياة وشوف الحلو اللي فيها سلام دي الدنيا تدي اللي قدرها دي الدنيا تدي اللي قدرها مش اللي يحسد فيها مش اللي يحسد فيها فلا يلا نسجل لا ده ما جري لا لا يا قطر يا جماعه عشان حاجه جامده قوي ما احنا لسه هنقولها دي بس نسجل بس الجهد الاولاني يقول الجمله الاولانيه دي بس بس كده هتشاوري الله يكبر بليز حتى جامده جدا خلاص بقى يعني هنجيب المايك هنا اعمل حاجه بقى يعني اعمل حاجه التاريخ اعمل حاجه تاريخ دي حاجه تاريخيه والله العظيم يا تاريخيه علشان المفاجاه اي حاجه فيها حب اي حاجه تاريخ حقيقي لا ده فن بجد احنا هنا بنعمل فن بجد يا جماعه انت مش عارف انا هعمل ايه حبيبي ده انت هتعرف يعني ان شاء الله يبقى وش نبقى وش الخير على بعض باذن الله والله يا ابن المدد يا ابن المدد يا بص خير ازاي بعد الحفله انا كنت عامل زي كده بس هخس يعني هتخس حبيبي فرحان بجد ان الناس العده دايره خلاص فرحان بجد الناس بتفتكر ان احنا عاملين والله انت مش عارف انا انت عارفه ان انا دمعتي قريبه لا مش عارف خلاص والنبي بقى مش عارف لا والله بس هو عارف انا قد ايه تعبت الايام اللي فاتت دي هو عشان هو فنان فحس بيا فلما قابلته في الاستوديو قلت له والنبي اكسب ثواب انا احمد من الضحك وهو قابلني اصلا قبلها بيقول لي ياسر حسين المهندس الصوت بيقول له انا بحب صوته قوي انا واقف كده قلت له انا من الفانز بتوعه طبعا هو بيكبر بخاطري انا اول ما كلمت احمد ايه ده لسه قبله ايوه قلت له اهو بقول لك ايه انا عايز بس اقول له على حاجه اتفضل استاذ يعني لما بتشوف حد مثلا بيشتغل او بينجح او بيكسب فلوس هندي ايه احمد لو هو بجد هتديله دي كده تعب وجع وفشل ونجاح
ومجهود كل دي مرت عليهم. يعني حالتك اللي انت فيها دلوقتي ومتضايق وحاسس ده انا مريت بيها، بس وانا بمر بيها عملت ايه؟ نزلت وانا تعبان من جوه، رحت للموزع قلت له يعني لازم اجتهد، لازم اقعد اشتغل، لازم تروح لكل الناس اللي حواليك تجري ورا حلمك بالظبط، بس يبقى بتصدقه حتى لو كل الناس فشلتك فيه. صح. بس ممكن يكون حد بيقف معايا احمد. ما هو حصل. ايوه دي كلمه مظبوطه. ما انا ممكن اروح اقول عشان خاطر كده انا بقولها على الهواء يا جماعه، بجد بجد والله العظيم الذي لا اله الا هو، يعني احمد سعد الوحيد اللي وقف كده بالطريقه دي مع وائل الفاشني بعد ما وائل الفاشني بقى حبيبي. والله بقول الكلام ده، في كلام كتير عايز اقوله فربنا يكرمك يا احمد، علشان انت بجد عمود فني لمصر، هو ده اللي مثبت الرياده في مصر. حبيب قلبي مش والله العظيم معانا طول ما احمد سعد ان شاء الله انت موجود. انت دلوقتي محسسني ومحسس الناس ان انا بعمل حاجه. ايوه ليك. لا انا بعمل حاجه ليا حلوه يعني، انا بعمل حاجه ليا حلوه. أوه. انا كمان مبسوط قوي يعني، انا جيت له قلت له وانا بكلمك وائل يعني صوت كبير طبعا، صوت كبير يعني صوت عظيم يعني بس يعني مش بنكتشف وائل، وائل مصر كلها عارفه مين وائل. مش عاملين خدمه طبعا بالظبط. يلا بينا احنا بنعمل اعاده اكتشاف افرح وذوق طعم الحياه وشوف الحلو اللي فيها. ايوه انسى الهموم بالحب وحب معانيها. افرح وذوق طعم الحياه وشوف الحلو اللي فيها. مش صعبه جدا. لا نقول الاولين. وشوف الحلو اللي فيها. بس انا عايزين نقولها، عايزين نقولها مظبوطه بالظبط وسهله. الاولانيين وبعد كده وتيمبو تقطيعها مع الكلام صعب. افرح وذوق طعم الحياة وشوف الحلو اللي فيها. انسى الهموم وفي الحب عم وحب. انا معلش تاني عشان الكلام اتلخبط. يلا مفيش مشكلة. معلش يا استاذ. لا لا براحتك خالص. انسى الهموم في الحب عم وحب معاي. لا تاني معلش. انسى الهموم، انسى الهموم في الحب عم وحب معني. اول ما نخش على معنيها العب معني. تمكن على الله. يبقى انسى الهموم في الحب عم وقطع ارد وقطع ارد تات ارد تات ارد تات ارد تات. ايوه توكلنا على الله. تيمبو بقى جدا. يلا سيدي. انسى الهموم يلا في الحب. انسى الهموم في الحب عم وحب مانيها. يا حلاوتك. انسى الهموم في الحب عم وحب مانيها. ده الدنيا تدي اللي قدرها، دي الدنيا تدي اللي قدرها مش اللي يحسد فيها. دي الدنيا تدي اللي مقدرها حبيبي. اللي على الالف اللي قدرها اللي قدرها قدرها. دي الدنيا تدي اللي قدرها مش اللي يحسد فينا.